احنا في الجزائر غنيه بالحرف في كل مجالات، باش تكون صح حرفي في السيراميك عندك مراحل تجوز عليها، ما تصوتيش ما تقولش نتعلمها في عام ولا في عامين صديقو، كيفاش نفهمك؟ ما يبداش من الفوق ويجي. السلام عليكم، معكم عبد الوهاب كاكوش، حرفي في الخزف الفني. خيرت هذه الحرفة عجبتني، عندي حب للرسم، بديت مع واحد تقدر تقول صاحبي، كان ثاني فنان اسمه الياس جاب الله سعيد، عمي سعيد، خدمت معه ثاني مدة 3 سنين، 98 خدمت معه، 98 99 2000، ومن بعد فتحت الورشة تاعي وحدي. في الحرفة هذه كاين بزاف فروع، تقدر تكون زخرفة إسلامية، تقدر تكون خط، تقدر تكون بيزاجيست. بديت في الرسم طبيعة، القصبة، لوحات، ومن بعد وليت كي تمكنت مليح من هذيك من اللوحات وليت نخدم زخرفة إسلامية، خدمت الخط، خدمت تسمى، من بعد وليت نخدم كلش في هاد. في الوقت الحالي راني المنتوج تاعي راني نبيعه في مواقع التواصل الاجتماعي كيما الفيسبوك، عندي باج سيراميك ار، فيها نحط واش نخدم، نحطو تما. اليوم بينت لكم المراحل لي زيطاب تاع الكارو هذا، باش كيفاش بديتو حتى كيفاش كملتو. مثال انا دوكا راني مختص في المربعات الخزفيه القديمه، خاطر علاش؟ خدمت بزاف ريستوراسيون في القصبه وعجبتني هذوك لي موتيف هذوك تاع زمان تاع الاتراك والعثمانيين اللي خلاوهم في القصبه، عجبوني. يبا شغل وليت برسك متخصص فيهم. موتيف هادات تعاود تخدموه بالبانسو، تراسي لي زيطاب تاعو كيما خدموه من الاول بالبانسو، تخدمو ليكزومبلير الاولاني، بعد تخدم له ايكرون هذا اطار اللي بيه ترشم، اللي بيه من بعد تولي تخدم كشغل، تولي باش خاطر هذا موتيف ريبيتي تسمى يتعاود، تخدم له ايكرون وبيه من بعد ترشم ودير الالوان تاعك. بون قبل ما تدير الالوان تاعك، بون حنا كي نهضروا حنا لافايونس هذه نجيبوها بيسكوي طين حمراء، حنا نديروا لها الكوش هذيك، الطبقه هذيك تاع الزجاج بيضاء سيبور اللي نخدموا عليه. من بعد نديرو طراساج تاعنا بالنوار، الشكل هكذا، الشكل تاع الموتيف تاعنا، ومن بعد نديرو لي كولور دو تروا كولور حتى سان كولور سا دي بولو موتيف، 5 ألوان ولا. ومن بعد كي نكملو لي كولور نديروهم في لي كازيت ونديروه داخل الفور، ونضبطوا الفور تاعنا طياب تاع باش يطيب هاد المواد اللي مخلطين بالزجاج
980 درجة. باش يطيبوا يولوا زجاج، يولوا عندهم لابريونس هذه راك تشوف فيها وهذه الاخر في الفور 900 درجة ويقعدوا 24 ساعة في الفور. سي علمنا احنا ناس، انا بزاف اللي جازوا كاين علمتهم راهم بالورشات تاعهم وراهم يخدموا، بداو عندي يتعلموا دوكا راهم بالورشات وراهم يخدموا، راهم يخدموا كيما انا بلاص كيما انا. طلبوا ربي ان شاء الله يرفع علينا هذا الوباء باش تعاود تولي الحياة لطبيعتها، باش تولي الخدمة، باش تولي الحركة، خاطر حنايا هاد الخدمة هادي بالحركة كيكونوا كيما نقولوا حنا المشاريع لي شونطي يخدموا جينا الخدمة، لي شونطي حابسين حنا ما كانش لي تجي يقول لك خدم لي خاطر هو حابس ما يجيش لعندك. حنا ان شاء الله تعاود تتحرك الحالة باش تعاود تحرك الخدمة، ويعطيكم الصحة بارك الله فيكم.